ما كيسمع ما والو. كنت تشوف عليه البارح السبت؟ نهار السبت مشيت السبت هذا السبت اللي فات. السلام. مشكلة عندنا خويا الدر هذا كان طاحت ليه لاباراي ديالو. في الاول كان كيسمع دابا راه ما بقى كيسمع والو. كيبغي يتواصل مع وليداتو هادي ما كيسمع حتى شي حاجه. السبب ديالو هو كان غادي فوق الموطور خرجوا لي شي وحدين فهمتي ورا ديال الاجراءات ديالو. المهم خرجوا لي شي وحدين ضربوه بحجره من فوق الموطور من تما ما بقاش يسمع والو. دابا هاد الفاس هذا ماشي يسمع به والو. الفاس الاخر هذا ولي يدير فيه لاباراي عنده بالامال شي ولي شي دوي دابا راه والو. ديك لاباراي طاحت ليه بلاباراي كيسمع كيسمع معانا كيتواصل معانا كلشي. دابا مسكين راه والو راه دارهم وليداتو والدراري الصغار والو. مريحين اخويا خرجنا من الخدمه بحال كيما العاده فهمتي مريحين. لا انا صحان صاحبي فهمتي خدام معايا فهمتي. كنا خرجنا مريحين كيما العاده كنخرجوا في الليل هادي مريحين في المدينه. عيط لي واحد صاحبو كان طاح اون بان في طريق مديون. نطنا من القهوه خرجنا غاديين طلعنا. المهم طلعنا السبت اللي من ورا هذا اللي داز. ملي مشينا خرجنا من الطريق ديال الغفران خرجنا باش عند طريق مديون. طاحت لي تما لاباراي وما حس بها ما والو. طاحت لي والكاسكيطه مع صافي دار كاسكيطه بقى غادي. بقينا غادي صافي ما داش فيها بقى غادي صافي. توصلنا عند السيد اللي طيح اون بان صاحبو كليان ديالو صافي. ما كيديرها قال لي لاباراي طاحت لي صافي. رجعنا بقينا كنقلبو والو صافي ما بقاش يسمع دابا والو. رجعنا والو طلعنا اخويا على طريق الغفران. المهم دزنا طلعنا على درب السلطان خرجنا على المحطه وهادي طلعنا الديكي لالا مريم الهراوين دخلنا على طريق المقبره صافي. من تما درنا على ستاسيون زيز خرجنا لطريق مديونه. هاديك هذا هو اللي كاين اخويا. دابا راه فهمتي غنطلبوها من هاد الناس هذا اللي لقاها شي واحد ولا شي حاجه. النمره راه عندكم فهمتي. دابا راه ما كيقدر يدوي مع ولادو ما والو. هو كيدوي ولكن راه ما كيسمع والو والو. دابا التليفون كيس على باراي راه قال لك مشى عند طبيب الصباح راه قال لي ما عرفتش شي 6 مليون سبعه بحال ما هكا. شوف السيطاعه ديالو هو خدام فهمتي. شوف السيطاعه شنو شرا اخويا. واصلا الاولى تعاونوا مع فيها المحسنين من الاول تعاونوا مع المحسنين اخويا. دابا انت كتشوف كل كيعاني والو والو ما هو من الناس مش مسكين بحال حيتشي عرفتي شنو راه بحيتشي البنادم في السمع راك عارف انت اخويا. راه اي واحد غيحط راسو في بلاصتو راه غادي يعرف شنو هو كاين. كيشوفوا الناس بعدا كيشوفوا فهم دابا شي 300 واحد كيشوف مع المباشر اخويا. هذاك الشيء اللي كاين اخويا هذاك الشيء اللي كاين. شي واحد يتعاون معاه شي واحد بغى يتعاون معاه باش ياخذ لاباراي شي هو راه الحاله ضعيفه فهمتيني. هو اكيد دبر على راسو هنا في السوق مع الدراري فهمتيني وما عندوش الاستطاعه. الا كان شي محسن ولا شي حاجه يتعاون معاه باش ياخذ هذيك لابار يا خو فهمتيني. واللي لقاها ولا شي واحد يتصل بالنمره ديالو راه جزا الله خير وصافي تعامل معاه حتى هو. دابا ما والو كتبقى تواصل معاه بيدك وصافي فهمتيني اوسي. والو والو خاصك حتى قرب شي حدا ودنوت وبقى تغوت بالجهد عاد شي الله يسمعك شويه فهمتيني. كنتمناو شي محسن عنده ثلاثه الوليدات اخويا ثلاثه الوليدات اللي عنده دابا كيبغيو يدو معاه وكذا والله ما كيسمعوه والله فهمتيني. صغار فهمتي ما عندوش كيفاش اشارام مازال بنادم واحد كبير كيقدر يتواصل معاه بالاشارام ولك هذاك الشيء اللي كاين كيتمناو خير و... الله يرحم لهم الوالدين اخويا. هذا الشيء راه فهمتيني اجر لله تعالى فهمتيني. بنادم لا باغي الاخيره راه يتعامل مع هذا السيد هذا يتعاون معاه في ديك لاباري باش هو يولي يسمع. وراك عارف بنادم الوليدات و... فهمتيني والله يدير لي فيها الخير اخويا. حتى هو قدامكم تتشوفوا فيه راه هو اصلا كان تيسمع كان ديز الموطور هو والمدام ديالو وليداته. ضربوا واحد بحجره ضربوا الراس ما بقاش كيسمع راه كان غادي يموت فيها.
كان غادي يموت فيها سمعتيني. ومن بعد صافي هذاك السيد دابا راه معتقل، راه معتقل هذاك السيد اللي ضربو. واو دابا اخويا راك تشوفوا الحالة ديالو اخويا، الا كان شي محسن بزاف بزاف راه، الا كان شي محسن يتعاون معاه ياخذ ليه لاباراي. وهادشي اللي كاين اخويا، راه حنا راه ما تنكذبوا عليكم ما والو، هذا راه هو الواقع اخويا. الله يرحم ليهم الوالدين. السلام عليكم. طاحت لي واحد لاباراي ديال الودا ماشي نسمع بها، كنت في المدينه سيد كليان ديالي في مديونه، وجاي في الطريق، جاي في الطريق انا والصديق ديالي، جاي انا في الطريق انا والصديق ديالي، جاي من دوله الزين، جاي انا شال حدا السوق الجمله، انا غادين شال الغفران غادين شويه الحلحال، درنا مع الطريق مديونه بحال طيط من الليل، وقفنا عند السيد تما هو طايح اوبان شويه نقلب ودنيا ما لقيتش اباري باش نسمع. دابا انا واخا تهضر معايا انت ما نسمع والو، جينا بحال مكة دزنا من حدا طريق ديال الزبالة ديال دبالة ميريكان، دزنا على طريق الراودة قلبنا ما لقيناش، ولي شافوا ولي لقاو الله يرحم لكم الوالدين فهمتيني. هي الامال ديالي باش نهضر مع ولادي ونهضر مع مرتي وتنهضر مع الناس، وهذه هي الامل ديال الله يرحم لكم الوالدين في هذا النهار هذا. وهي راه الثمن ديالها تسوى 7 مليون، الله يخلي لكم وليداتكم الله يرحم لكم الوالدين فهمتيني. راه ما عندنا دابا ما نديرو، دابا راه واخا يهضر معايا بنادم ما تنسمعوش، واخا يدير معايا فهمتيني. ما امل ديالي الله يرحم لكم الوالدين والله والله. الا السيد هذا خويا تلاقى مشكل مع ولاد بزاف، عنده ولاد وباقيين صغار كيدويو معاهم كيسمعهم، هو لاقي صعوبة بزاف كاع. بنادم دابا راه ما غايحش بي، انا دابا اللي معاشرو انا اللي غنحس بي، واحد اخر دابا اللي ما كيعرفوش دابا ما غايحش بي. لاباراي معاوناه بزاف 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 كاع، لاقي مسكين مسكين دابا يمكن كنكون خدام، دابا هو خدام كيبدا يتشاو مع شي واحد حتى كان خصني نكون معاه انا، كيبدا يقول لي مسكين قول لي شحال 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 شحال، خاصني تلقى نشرح لي. ها هي لاباراي اخويا اللي ها هي لاباراي اخويا، هادي هي لاباري اللي طاحت لي. الله يرحم ليكم الوالدين اللي بانت لي اخو. البلاصه اللي طاحت فيها لاباري قال لك البلاصه اللي طاحت فيها لاباري البلاصه ما عرفش ما عرفش ما عرفش، قلبنا على ما فهمتش ما عرفش اللي طاحت لي فات ما هو ما عرفش فهمتش، حيت كان معايا ما عرفناش بالضبط فين طاحت، وكاين لالي اللي طاحت فيها ما بين الغفران ما بين الغفران طريق مديون فهمتي ستاسيون زيز هذيك هي فهمتي، مع بالليل عارف الظلمه تما وقراوي فهمتي راك عارف هادشي اللي كاين اخويا فهمتي. تمناو من شي واحد تلقاه حيت ما ما هذا اللي غيلقاه ما عنده ما غيدير به فهمتي، غيضيعوا واحد اخر فهمتي وغيضيعوا بزاف ديال الحوايج وهو محتاجه فهمتي ولا لا. تطلبوا من الله اخويا والمحسنين الا كاينه شي حاجه فهمتي بنادم يتعاون معاه، ولا ما كانش فهمتي اللي يلقاه الله يرحم لي الوالدين يتواصل معاكم ويتواصل معاه هو راه النمره ديالو. ولا النمره ديالك انت يا الا كانت قول لنا السوق النمره ديالك هو غير يهضر مع الناس ما هذا الشيء. هو كاين النمره اخويا هي 0 14 14 88 47 31، يصوني لي اخويا اي وقت في اي نمره في اي وقت. الله يرحم لكم الوالدين اخويا يتعاونوا مع هذا السيد هذا، راه لاقي صعوبه بزاف بزاف كاع. هانتوما دابا شي واحد ما غيحس به، حنا اللي غنحسوا به، حنا اللي كنعمروا معاه، حنا اللي كنكونوا معاه. اشحال من حاجه اخويا راه بزاف. الله يرحم لكم الوالدين. خاصو تيكون معاه شي واحد، والتليفون كيكون التليفون ما كي هو كيصوني ولكن هو راه ما يسمعوش. نقول للمحسنين الله يرحم لكم الوالدين. لما شوفوا هذا الشيء اللي كاين، الهضره اللي قالوا الدراري راه هي اللي كاينه، سمعتيني؟ هذه الهضره اللي قالوا الدراري هي اللي كاينه اخويا، سمعتيني اخويا؟ باغي شاهو لاباري ديالو يهضر يسمع، حيت كان معانا عشيرنا تندويو معاه عادي فهمتي، كان شي يسمع لينا وكذا، دابا راه تدوي معاه ماشي يسمع ما هو، تدوي معاه بالاشاره. هو راه دري به خير، راه ماشي تيقول هادشي عيب بنادم يتعامل مع ولاد، راه هذيك اللعيبه ديال وبغى لاباراي ديال، هو راه به خير، راه عنده ديالو بديالو بكل شيء.
16 وشي اخويا فهمتي. ايوا غاليه واحد شويه فهمتي. 16 وشي اخويا نكملوا فهمتي. خاصو تعويضات لا بغى يتعامل مع شي واحد. الله يرحم الوالد. الله يرحم الوالد ديال القاد لاباري. الله يرحم لكم الوالدين. الله يخلي لكم وليداتكم اللي عندش والد الله يخليها ليه. وهذا هو الامل ديالي باش نسمع. الله يجازيكم بخير. الله يحفظكم. الله يرحم لكم الوالدين.